فازوا بنيل الأمان، فازوا بنيل الأمان، وأدركوا مطلوبهم من الإله، وطافوا بالبيت بالبيت والأركان. طوبى لهم إذ نالوا مرادهم لما سعوا بين الصفا، لما سعوا بين الصفا، لما سعوا بين الصفا والمروة في طاعة الرحمن. يا بالغين مناهم وفائزين بحجهم، يا بالغين مناهم وفائزين بحجهم، بشراكم قد نلتم، بشراكم قد نلتم كل الرضا بأمان. الله الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. دي النهارده المحطه الاخيره مع حضراتكم في رحلتنا النهارده في حلقه صباح دريم. ولادنا ولاد صباح دريم وكانت انطلاقتهم من عندنا، وكل شويه بنروح ونرجع عليهم ونسمع عن شطارتهم ونجاحهم. النهارده معانا فرقه اعلام المصطفى، منورني النهارده ضيفي الكريم صلاح احمد وفرقه اعلام المصطفى بنات. صباح الفل يا صلاح. صباح الفل على حضرتك يا استاذه قصواء وعلى كل جمهور صباح دريم، اللي احنا بنتشرف دايما بوجودنا معاكم وبوجودنا قدامه على الشاشه يعني. وانتوا بتنورونا، وصباح الفل يا بنات منوريني. الحلوين اللي معايا النهارده، معايا علياء محمد، صباح الفل يا علياء، ومعايا كمان ايه سليمان، صباح الفل يا ايه، صباح النور عليك، ورقيه ابراهيم صباح الفل، واسماء البلتاجي، واماني ايمن صباح الفل عليك يا ايمن. خليني ابدا معاك صلاح. ما شاء الله الاعلام المصطفى بنات مستواهم اتحسن كتير جدا، والنضج الابداعي يبان عليهم شويه اكتر من الاول كمان. اخر مره شفتكم من شهرين تقريبا او حاجه كده، اختلفوا كتير. ايه اللي حصل في الفتره دي؟ يعني بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على سيد الخلق سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. يعني طبعا بفضل الله اولا، ثم يعني بمجهوداتهم هم بنفسهم اشتغلوا على نفسهم فتره كبيره، وبعدين يمكن في الفترات الاوليه ليهم اول ما اشتغلوا كان اول ظهور ليهم في دريم، يعني اول ظهور فعلي كفريق اعلام المصطفى بنات، ظهروا اول مره في دريم كان اول حاجه. فكان طبعا اكيد اول مره ظهور واول مره اداء بيكون الوضع طبعا لسه لكن طبعا ربنا يسر الامور. عملنا حفله في سيد الصاوي حققت نجاح كبير جدا وقدموا فيها عرض خيالي جدا، فكانت بدايه انطلاقه قويه جدا على المسرح، وعملوا مجموعه من الحفلات الخاصه وحفلات التخرج بقى، وقدموا برضو مجموعه من اللقاءات الاذاعيه،
وان شاء الله برضو عندهم شويه حفلات جايه الشهر ده كتير يعني ان شاء الله باذن الله. وبعدين سابوا بصمه الحمد لله، فشغلهم على نفسهم اشتغلوا اول ما بداوا بحاجات صعبه من التراث المصري والتراث الاندلسي. حتى الموشح ده بمناسبه الحج يعني موشح فاز بنيل الاماني هو التراث من التراث المصري، اشتغلوا على نفسهم في التراث المصري والتراث الاندلسي برضو زي الفريق بتاع الشباب كده، وكانوا كانوا قد المسؤوليه دايما يعني. انا فخور بيهم صراحه يعني. واحنا كمان فخورين بيهم وبناتنا واولادنا علام المصطفى. عايز اسمع حاجه تاني بقى، تسمعونا ايه؟ هنقول حاجه موشح طاب لي خلوا عذاري. يلا بينا. اتفضلي يعني. دع جمال الوجه يظهر، لا تغطي يا حبيبي، دع جمال لا تغطي يا حبيبي طول ليلي فيك أسهر، زاد شوقي نحيبي طول ليلي فيك أسهر، زاد شوقي ونحيبي. إمام ابن
الله الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. كل سنة وحضراتكم طيبين والبهجة والجمال كله بسمعه من أعلام المصطفى. الحقيقة البنات أنا مبهورة بيكم والله ما شاء الله. أنا مش عايزة أتكلم، أنا عايزة أسمعكم بس. يا رب إن شاء الله موفقين، وإن شاء الله رحلتكم اللي جاية تكون أحسن وأعلى. قابلكم أنتم نجوم كبار كده منورين الدنيا إن شاء الله. صلاح معاكم طبعا القيادة بتاعتكم. صلاح قول لي أنت ناوي تعمل إيه إن شاء الله بقى الفترة اللي جاية؟ أنت عندك أعلام المصطفى شباب وأعلام المصطفى بنات، هتعملوا إيه بقى؟ احنا ان شاء الله برضو خلاص، احنا اول حفله في سيد الصاوي كنا بنجمع بين الفرقتين عشان الشباب كمان، دي كانت حاجه جديده شويه. بالظبط. وفي نفس الوقت قلنا برضو ان البنات كاول ظهور على المسرح فاكيد محتاجين ان يكون في فريق داعم موجود معاهم على المسرح، شجعهم شويه بس كده. فقلنا الشباب هيكونوا مع البنات على المسرح، وبرضو كانت اول مره للشباب في سيد الصاوي. بعد كده ان شاء الله الحفلات هتكون مستقله للفريق ده لوحده والفريق ده لوحده. طب الفكره كانت حلوه لما طبقتوها، عجبت الناس جدا؟ اساسا يعني الحمد لله، يعني من ساعه ما عملنا فريق البنات وكل الناس بقت عارفه على المسرح. ربنا مبارك كده. يا رب دايما يعني ان شاء الله. يكفينا فخر بس ان الناس بتصلي على سيدنا النبي، الواحد كده بيتسبب ان الناس في اي حته تقول اللهم صل على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. احلى حاجه في الدنيا كلها ده، احلى ختام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم وعلى الانبياء اجمعين يا رب العالمين. كده اسيب حضراتكم بقى، ايه خلاص احنا خلصنا رحلتنا النهارده، وكل سنه يا رب دايما وحضراتكم بخير. سيب حضراتكم مع صلاح احمد ومع البنات الحلوين اللي منوريني اعلام المصطفى، ونسمع هيختموا لنا بايه بقى. تختموا بايه؟ والله يعني هنقول حاجه خفيفه بقى الناس بتحبها، حاجه قمر مثلا، نقول قمر. يلا ماشي. اتفضلي يعني. حبيبي لو تراه الله الله، ضحوك السن للعاشق رماه الله الله، كحيل طرف حبيبي لو تراه الله الله، ضحوك السن للعاشق رماه الله الله، بهي طلعتي فالمولى اصطفاه، 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 حبيب الله يا خير البرا يا النبي وجه.
لولا ظهورا ولم يكن الهدى، لولا ظهورا ولم يكن الهدى.